السلام عليكم ورحمة الله، معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كاين هاد الفيديو ديال التلفاز سامسونج LCD 40 بوصة. كما تشاهدون التلفاز يعمل، ولكن يوجد فيه مشكل في الصورة، يعطي ازدواجات في الصورة، يعني دوبل ايماج. ده هو المشكل ديال التلفاز. هاد العطب يوجد في البالين، يعني موجود في هذا العطب يوجد في الشاشة ديال التلفاز. يوجد هناك خط أحمر في أعلى الصورة. هذه الشاشة متضررة جدا في بعض البيكسلات، يعني هناك خط أحمر يوجد فوق الصورة تقريبا جوج سنتيم في أعلى الشاشة. هذا هو المشكل اللي موجود في هذه الشاشة. إن شاء الله سوف أبدأ بفتح هذه الشاشة وسأريكم طريقة كيف يتم إصلاح مثل هذا المشكل إن شاء الله. موديل ديال التلفاز LA40D503، هذا هو الموديل ديال التلفاز LCD. كما تشاهدون تختلط فيها الألوان وتعطي الصورة مزدوجة. هذا هو العطب الموجود في هذه الشاشة. العطب موجود في البالين. سوف أبدأ إن شاء الله بفتح هذه الشاشة إن شاء الله حتى أريكم طريقة كيف يتم إصلاح هذا المشكل. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. كما تشاهدون يوجد لك فقط مادر بورد وباور سبلاي، يعني الألومنتاسيون كارت مير. سوف أبدأ بفتح هذه الشاشة إن شاء الله. هذه لا يوجد فيها التايكون كما تشاهدون. هذا التلفاز لا يوجد فيه التايكون. قد وصلنا إلى الشاشة. سوف أبدأ إن شاء الله بكيف يتم إصلاح مثل هذا العطب إن شاء الله. هذه هي المسطرة ديال التايكون الموجودة في هذه الشاشة. كما تشاهدون يوجد في هذه الشاشة كف عن اليمين وكف عن اليسار كما تشاهدون. هذا هو العطب الموجود في هذه الشاشة وتعطي دوبل ايماج. هذه الشاشة موجود فيها كف عن اليمين وكف عن اليسار كما تشاهدون. هذا هو الموديل ديال هاد المسطرة ديال التايكون كما تشاهدون. هذا هو الموديل ديالها. هذا هو الكف الموجود في الجانب الأيمن كما تشاهدون. هذا هو الكف الموجود هنا. هذا الكف في الجهة اليمنى لا يوجد هناك إشارات للمسارات سيكا في بي أن سيكا في بي دو. سوف نذهب إن شاء الله إلى الجهة اليسرى حتى أريكم الصورة. الجهة اليسرى يوجد فيها المسارات سيكا في بي أن سيكا في بي دو. كما تشاهدون هذه المسارات الموجودة في الجهة اليسرى سيكا في أن سيكا في دو سيكا في ثلاثة سيكا في بي أن سيكا في بي دو سيكا في ثلاثة اس تي في بي. هذه المسارات الموجودة في هذه الجهة. الآن إن شاء الله سوف نبدأ بتحديد المسارات التي سوف أقطعها إن شاء الله. نفس المسارات الموجودة في الجهة اليسرى هي موجودة في الجهة اليمنى. كما تشاهدون الصورة تعمل، ولكن يوجد في الصورة خط أحمر في أعلى الصورة. سوف أبدأ الآن بتحديد هذه المسارات في سأعطيكم هذه الإشارات. سأقرب لكم الصورة قليلا.
هذه هما المسارات التي سوف أبدأ بقطعها كما تشاهدون. هذه النقاط الموجودة هنا هي الإشارات المكتوبة هنا على الجانب الأيسر كما تشاهدون. سوف أبدأ بقطع هذه المسارات من هنا، يعني أن المسارات هنا معروفة وهي واضحة تماما. سوف أبدأ بقطع بعض المسارات حتى أتأكد بأن الصورة تعمل. أولا أبدأ بهذه المسار دي سيكاف في بي 1 سيكاف في بي 2 سيكاف في 3 سيكاف في بي 1 سيكاف في بي 2 سيكاف في بي 3. سوف أبدأ بقطعها كما تشاهدون. عندما تأكدت بأن الشاشة ما زالت تعمل سأبدأ بقطع جميع المسارات، يعني حتى الـ STVP كما تشاهدون. هذه المسارات كلها سوف أبدأ بقطعها تقريبا شي 10 ديال المسارات سوف أبدأ بقطعها إن شاء الله. كما تشاهدون هذه هما المسارات، قد تم قطع جميع المسارات. هذه الإشارات يعني التي تعطي الإشارة بأن هناك عطب في البالين أو بعض البيكسلات، هذا هما الإشارات التي تعطي الإشارة للمسطرة التي تكون. كما تشاهدون الصورة تعمل جيدا، ولكن باقي ما يزال هناك في أعلى الصورة خط أحمر. الشاشة لم تعد تعطي دبل إيماج. كما تشاهدون الصورة أصبحت تعمل جيدا، لم يعد هناك مشكل في الشاشة، ولكن في أعلى الشاشة ما يزال هناك خط أحمر في أعلى الصورة كما تشاهدون. هذا الخط لا يمكن إزالته لأن بعض البيكسلات في أعلى الشاشة متضررة جدا. يعني صاحب التلفاز سوف يكتفي بمشاهدة الصورة كما هي كما تشاهدون، لأن الصورة في هذه الشاشة أصبحت واضحة إلا في أعلى الصورة كما تشاهدون. لقد تم إصلاح المشكل، سوف أجرب لكم الشاشة إن شاء الله، سأريكم الصورة كما تشاهدون. الخط يكون في على الشاشة كما تشاهدون. ولكن أسفل الصورة ووسط الشاشة جيد للمشاهدة، ليس هناك أي مشكل. العطب فقط في أعلى الصورة تقريبا جوج سنتيم في أعلى الشاشة. هذا هو الخط الذي قلت لكم موجود في الشاشة، هذا هو المشكل الموجود الآن في هذه الشاشة. تم إصلاح العطب ديال الصورة المزدوجة، ولكن هذا الخط ما زال موجود لأن بعض البيكسلات في الشاشة أصبحت متضررة بكثرة. يعني لا يمكن أن يصلح هذا المشكل إلا باستبدال البالين، يعني والشاشة غير موجودة، هذا هو المشكل الموجود في هذا البالين ديال سامسونج. الحمد لله تم إصلاح المشكل. لمن أعجب هذا الفيديو فليشترك في قناة نور إلكترونيك ودير لايك الفيديو حتى يصلك ديما جديد في هذه القناة، قناة إصلاح الأجهزة الإلكترونية نور إلكترونيك. والسلام عليكم.